برضو احمد المسيري عنده لقاء مع وائل جمعه، برضو وائل جمعه بنقول له كل سنه طيب عيد ميلاده النهارده، واحتفلوا في النادي الاهلي بعيد ميلاده. نروح نشوف مع احمد المسيري قال ايه لوائل جمعه. وائل جمعه قال له ايه؟ كابتن وائل جمعه نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني السابق، بالتاكيد جماهير النادي الاهلي بتنتظر من وائل جمعه مدير الكره الكثير والكثير. يعني بدايه انا سعيد طبعا، وبدايه الناس كلها كل سنه وهم طيبين طبعا. انا سعيد جدا ان انا موجود ومكمل مسيرتي في النادي الاهلي ان شاء الله، اللي انا بدات من 14 سنه اديت فيهم وقدمت فيهم للنادي كل عطاء وكل جهد وكل حاجه مطلوبه مني قدمتها في النادي الاهلي. سعيد ان انا هكمل مسيرتي ومسيره العطاء بتاعتي مع النادي في مكان تاني، ان شاء الله بقى اضافه للمكان ده واساعد النادي في استمرار البطولات باذن الله. فكره الجمعه في المنصب الجديد، بص، هو الناس لما فكرت فيك فكرت في سلوكياتك ونظامك وانتظامك، ودي اكتر حاجه انا هبقى حريص عليها في النادي الاهلي. هبقى حريص ان اللعيبه تبقى ملتزمه وكل واحد عارف المطلوب منه كويس جدا، فده هيبقى يعني الدور الاساسي، هيبقى تبقى انت حلقه الوصل بين اللعيبه وبين الجهاز الفني والمدرب الجديد، المدرب اللي بيثق فيك، عارف مين هو وائل جمعه وعارف احترام اللعيبه وحب اللعيبه ليه. فيعني دي نقطه هتبقى مهمه جدا في التعامل ان شاء الله بين المدرب وبين اللعيبه. يعني وائل جمعه هيركز في العمل الاداري فقط؟ اكيد انت موجود في المكان ده يبقى تركز في المكان بتاعك بس، وده حاجه بتميز النادي الاهلي، كل واحد ليه دور وكل واحد عارف المطلوب منه. فان شاء الله يعني في الفتره اللي احنا فيها انا دوري اداري مش اكتر من كده. كيف سيتعامل وائل جمعه مدير الكره مع زملائي الامس شريف اكرامي، حسام غالي، عماد متعب؟ زي ما قلت كل واحد عارف دوره في الفريق، كل واحد عارف اللعيب لعيب والمدرب مدرب والاداري اداري، ف يعني اللعيبه كلها محترمه الحمد لله وتحترم الواحد، وده هيبقى اساس التعامل بيننا، كل واحد عارف دوره وعارف المطلوب منه، فمش هيبقى فيها صعوبه ان شاء الله. يعني الفرق ما بين منو الجوزي وجريده، احنا مش عايزين نقارن لان المقارنات دي بتبقى ظالمه طبعا للمدربين، بيبقى واحد اشتغل في ظروف احسن من واحد، واحد عنده لعيبه اكتر من واحد، مش عايزين، انا ما بحبش المقارنات دي ابدا. فان شاء الله يعني كل واحد فيهم يعني يا مانويل جوزيه عمل تاريخ وعمل اسم كبير للنادي الاهلي ويعني في النادي الاهلي، وجريده يعمل نفس الاسم ويعمل نفس التاريخ باذن الله، ويحاول يساعد. هو الهدف الواحد، الهدف الاساسي كله ان النادي الاهلي يحصل على البطولات، فده هدفه كده وده هدفه كده ان شاء الله. خليني اقول لك ان جماهير النادي الاهلي قلقانه خاصه بعد خساره الكاس امام سموحه. لا انا مش شايف فيها قلق خالص، ان المدرب تولى قبل الماتش بيومين، كان عندنا اصابات ومشاكل كتير جدا وغيابات كتير جدا، ناشئين كتير جدا لعبوا نتيجه الظروف اللي انا بقول لك عليها دي، مدرب كان عايز يشوف اللعيبه، وانا شايف ان قرار ان هو يتولى الكاس ده كان قرار مهم، لان كان في لعيبه المفروض يتاخد فيها قرار، فده يعني فده كانت نقطه مهمه جدا. حته ان انت توفق في ان انت تكسب او ما تكسبش دي، ويعني خساره الكاس مش هتقلل من النادي الاهلي طبعا، انما هي الموضوع كله كان تجربه مهمه جدا، كان لازم المدرب ده ياخدها عشان يحكم على اللعيبه، ادى فرص لناس من اللعيبه، شافهم كويس في الملعب، فاعتقد ان هي تجربه كويسه. يعني شايف شكل المنافسه هيختلف الموسم القادم خاصه بعد قيام الفرق الاخرى بتدعيم صفا بلاعبين من العيار الثقيل؟ هيبقى في مصلحه الكره المصريه طبعا، هيبقى في دوري قوي. انا مش شايف ان ده يعني نقطة سلبية، هي نقطة إيجابية طبعا جدا، التدعيم والاهتمام الفرق، لأن لو ما فيش منافسة ما فيش كورة يعني، فأعتقد النقطة دي مش شاغلة بالنا خالص. أنت كده كده بتدعم نفسك وبتهتم بفريقك وتأدي المطلوب منك والتوفيق بتاع ربنا يعني. أخيرا، أول اختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد سيكون مباراة السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك، شايف المباراة دي هتكون عاملة إزاي؟ مش عايز اسبق الاحداث، احنا عندنا 3 مباريات افريقيه في الكونفدراليه، ان شاء الله نستعد من خلالها لبطوله السوبر دي، بحيث ان نوصل باذن الله تكون اللعيبه الجديده اندمجت مع الناس اللي موجوده، اللعيبه اللي غايبه عندك رجعت، فباذن الله تبقى مباراه احتفاليه لبدايه عوده الكره المصريه للكره الحقيقيه، فان شاء الله تبقى افتتاح كويس للموسم باذن الله، ونبقى مستعدين كويس للمباراه دي.
شكرا طبعا للزميل المتألق دائما احمد المسيري. ويعني وائل جمعه ما بعرفش اتكلم عليه قوي لانه الحقيقه شخصيه يعني ما تقدرش تتكلم عليه. وائل جمعه من الشخصيات المحترمه، وائل جمعه اضافه، الاهلي فوق الجميع دائما. الاهلي عمل سيستم لنفسه الحقيقه ماشي على طول بخطوات محترمه، ابنائهم كلهم او الابناء كلها اولاد نادي الاهلي كلهم بيتكلموا زي بعض. بس وائل ده حدوته تانية، قصه تانية، اضافه في اي مكان. انا وجهه نظري كده، وائل جمعه، محمد ابو تريكه، يعني كل الفرقه وكل الناس دي اللي ادوا الاهلي كتير جدا واللي عملوا تاريخ كبير جوه النادي الاهلي في هدوء وصمت كبير جدا. عمرنا ما سمعنا خلاف ولا ليه ولا اشتكى ولا عمل. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنجم الخلوق وائل جمعه في المركز الجديد اللي هو بيلعبه. مساك برضه بس مساك مع ناس تانية ان شاء الله باذن الله، اتمنى له كل التوفيق.